بسم الله الرحمن الرحيم. وين تكنولوجي؟ تمام. ايه حوار بقى الوان تكنولوجي ده؟ تعالوا الاول بس نفتكر كده السيناريو يكون شرحناه زمان، بس هناخده بقى النهارده ان شاء الله ان ديتيلز ازيد. تمام. هفترض دلوقتي ان انا عندي ادي راوتر، ادي التاني. تمام. ده الراوتر اللي موجود في الفرع الرئيسي. الفرع الرئيسي دايما بنسميه الهيد كوارتر اللي هو زجزج، وعندي البرانش بتاعه اللي هو موجود في مدينة نصر. تمام. والهدف دلوقتي ان انا اربط الفرعين مع بعض. طبعا الوان تكنولوجي لو نفتكر كده مع بعض كنا قلنا قبل كده ان في منها نوعين، نوع بابليك ونوع برايفت. اخدنا يعني اوفر فيو بسيط جدا جدا عن حوار البابليك والبرايفت في السمستر الاولاني في المحاضره بتاعت السريال قبل الازرق من تحت ده. تمام. طيب بابليك وان معناه ايه؟ ان العميل عايز يطلع انترنت. ان العميل ايه يا شباب؟ عايز يطلع انترنت. لكن برايفت وان معناه ان انا عايزه اربط فرعين الشركه بتوعي، يعني وانا قاعده هنا ادخل شيرنج مثلا على جهاز السكرتيره في الفرع اللي هناك مثلا. تمام. وانا رابطه الاثنين لان ببعض. تمام. فانا بطلب من السيرفيس رايتر انه يربط لي الفرعين ببعض. طيب احنا هنتكلم دلوقتي مثلا في على البرايفت وين. فعندي الفرعين بتوعي، الفرع بتاع ايه؟ زجزج، الفرع بتاع مدينه نصر. تمام. طيب دلوقتي كنا قلنا ان انا عندي مشكله ان الراوتر ده باي ديفولت بنقول عليه ان هو دي تي اي اكويبمنت، داتا تيرمينال اكويبمنت. قلنا داتا تيرمينال اكويبمنت يعني ايه؟ يعني الداتا اللي بتيجي للراوتر بيبعته بره بسرعه الانترفيس، بيبعته بره بايه؟ بسرعه الانترفيس. تمام. وعلشان كده كان لازم ان انا اربط اصلا الراوتر سواء عند الهيد كوارتر او عند البريدج بديفايس تاني. الديفايس التاني ده كان اسمه دي سي اي، داتا كوميونيكيشن اكويبمنت. الداتا كوميونيكيشن اكويبمنت ده شبهناه ان هو بيحط ايده بيكتم البورت ده بتاع الراوتر. تمام. وبالتالي الراوتر مش هيبعت داتا خالص، بعد كده يشيل ايده فالراوتر يبعت الداتا بسرعه الانترفيس. انا هفترض دلوقتي ان انا مثلا كنت شاريه للراوتر ده انترفيس سيريال موديول سيريال سرعته 45 ميجا، بس انا دلوقتي دافعه سرعه كام؟ 1 ميجا. تمام. قلت لكم تاني مشكلتي مع الراوتر ان الداتا اللي بتجيله بيبعتها بره بسرعه الانترفيس. تمام. سرعات الوان فور فري ولا مدفوعه؟ مدفوعه. فمش هينفع طبعا ان انا الراوتر بتاعي يبعت الداتا بسرعه 45 وانا في الواقع يعني دافعه سرعه 1 ميجا. تمام. فقلنا شبهنا الدي سي ان هو هيكتم البورت ده بتاع الراوتر، وبالتالي الراوتر مش هيبعت داتا خالص. تمام. بعد كده يشيل ايده، لما يشيل ايده ايه اللي هيحصل؟ الراوتر هيبعت الداتا بالسرعه كامله. تمام. لما يكرر العمليه دي كذا مره ورا بعض يبقى كتوتال كاني بحدد سرعه تدفق الداتا من الراوتر. تمام. قلنا للدقه السيرفيس رايدر بيقسم الثانيه الواحده لاكثر من جزء، الجزء الواحد بنسميه تي سي. تمام. هفترض ان هو مثلا مقسم الثانيه الواحده لثمانيه تي سي، وعلى حسب بقى البيمنت اللي انت دافعه هيكتم ايده مثلا او هيحط ايده 4 تي سي ويشيل ايده 4 تي سي، او يكتم البورد 5 تي سي ويشيل ايده 3 تي سي، على حسب الفلوس اللي انت دفعها. ده كتشغيل. تمام. طيب بالنسبه للدي سي اي كان في عندي نوعين من الاكويبمنت. النوع الاولاني اللي هو انالوج زي جهاز اسمه مودم، وكان عندي النوع الثاني اللي هو ديجيتال اللي هو كان جهاز اسمه، حد فاكر؟ ها صحيح. اسمه ايه ده انت هو؟ ايوه السوسو دوس. تمام. قلنا في عندي انالوج زي مودم وعندي ديجيتال زي الايه؟ سوسو دوس. تمام. المهم ان اساسا التكنولوجي دي تعتبر تكنولوجي ليجاسي، كان فعلا فعلا لغايه دلوقتي مثلا في نوع من انواع الوان تكنولوجي اسمه ليز لاين، هناخد الديتيلز بتاعته النهارده باذن الله. كان بيبقى عندك في الشركه اساسا الراوتر وعندك كمان الدي سي اي، الاثنين كونكتد مع بعض. تمام. تعالى افرجكم على الصوره بتاعته تاني كده بسرعه، افتكر شكله. الصوره دي ده راوتر. تمام. طالع منه كابل السيريال، قلنا السيريال فيه منه انواع اشهرهم بيضات 35 داخل على السوسو دوس، والكابل بعد كده جاي من التليكو. التليكو اللي هي المقصود بيها تيليكوم ايجيبت هنا في مصر يعني. تمام. طيب الناحيه الثانيه نفس الكلام، طبعا اكيد الراوتر بتاع الزقازيق والراوتر بتاع مدينه نصر اكيد مش كونكتد بكابل واحد او بكابل دايركت يعني. تمام. فبيبقى في هنا ديفايسز كتير جدا في النص. ايه الديفايسز دي؟ مجموعه من السويتشز، بس مش سويتشز عاديه، بنسميها وان سويتشز. بنسميها ايه يا شباب؟ وان سويتشز. تمام. دي سويتشات بس بنكونكت اصلا عليها عن طريق كابل السريال. فين السويتشات دي؟ المفترض اصلا ان انا عشان اربط الفرعين ببعض
المفترض ان انا هحفر تحت الارض وامد كابلات، تمام؟ مهما كانت قوه مركزي في البلد مش من حقي ان انا احفر تحت الارض وامد كابلات، تمام؟ انا كعميل بتعامل مع شركات بنسميها شركات السيرفيس برايدر، حتى شركات السيرفيس برايدر مش من حقها ان هي تحفر تحت الارض وتمد الكابلات دي. امال مين اللي من حقها تعمل كده؟ شركه بنسميها شركه الكارير كومباني او الكوميونيكيشن كومباني او سمبلي بنسميها شركه التليكوم. تليكوم مثلا على سبيل المثال هنا في مصر في اكزامبل واحد بس اللي هي تليكوم ايجيبت. تليكوم ايجيبت عندها كابلات، عندها انفراستراكشر بنيه تحتيه كامله ممدوده من كل بيت لكل سنترال ومن كل سنترال لكل سنترال. فانت كعميل بتدفع الفلوس لمين؟ للسيرفيس برايدر. السيرفيس برايدر بياخد جزء من الفلوس اللي انت دفعتها له بيدفعها لتليكوم ايجيبت مقابل حاجتين. هو طبعا مش بياخد جزء من الفلوس، هو في الواقع يعني بيبقى تعاقد سنوي بينهم، تمام؟ بياخد جزء من الفلوس دي لتليكوم ايجيبت مقابل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو يستخدم الانفراستراكشر البنيه التحتيه اللي اوريدي تليكوم ايجيبت بنيها على مستوى مصر بالكامل، لان الاي اس بي ذات نفسه هو كمان مش من حقه يحفر تحت الارض ويمد كابلات، تمام؟ ومقابل حاجه تانية ايه هي؟ انه بيبقى ليه كده اوضه في السنترال، بيأجر اوضه في السنترال بيحط جواها الاكويبمنت بتاعته. الاكويبمنت اللي هي مين؟ زي مثلا وان سويتشز، في انواع تانية من الوان تكنولوجي هنتكلم عنها النهارده باذن الله هيحط فيها راوترز، تمام؟ المهم ايا كان نوع انواع اللي هي الديفايسز دي هنتكلم عنها كلها النهارده ان شاء الله على حسب الوان تكنولوجي، تمام؟ فتاني تدخل اي سنترال هتلاقي كذا اوضه كده، دي الاوضه بتاعت اورانج، دي الاوضه بتاعت فودافون، دي الاوضه بتاعت وي. والمفروض يعني ان الاوضه دي عشان تتفتح لازم يبقى مندوب اصلا من الشركه بتاعت اورانج مثلا موجود، تمام؟ ده للدقه اللي بيحصل. شويه مصطلحات بقى كده يهمني ان انتوا تعرفوها. الكابل ما بين الدي سي اي لغايه ما يوصل للبوكس بتاع السنترال، تمام؟ المفترض ان المصطلح ده بنسميه لوكال لوب. بنسميه ايه؟ لوكال لوب. حتى مصطلح مشهور جدا عندهم يقول لك مثلا اللوكال لوب حصل فيه مشكله نبعت حد من السنترال يصلح اللوكال لوب، تمام؟ طيب يبقى تاني الراوتر بتاع فرع الزقازيق كونكتد باللوكال لوب عن طريق اللوكال لوب اسف للسنترال بتاع الزقازيق، والفرع بتاع مدينه نصر هيبقى كونكتد على السنترال بتاع مدينه نصر. وفي النهايه كل السنترالات اساسا في مصر يعني بتبقى كونكتد عن طريق السنترال الرئيسي اللي موجود في رمسيس، تمام؟ مصطلح كمان يهمني ان انتوا تبقوا عارفينه، مصطلح ديماركيشن بوينت. يعني ايه ديماركيشن بوينت؟ كترجمه معناها نقطه تمييز الحدود. يعني ايه؟ قال لك it is a physical point that defines the responsibilities of the customer and the responsibilities of the ISB. هي عبارة عن نقطة فيزيكال بتحدد صلاحياتك انت كعميل وصلاحيات السيرفيس بروفايدر. بمعنى ايه؟ تعالوا اربطها لكم دلوقتي بتكنولوجي كلكم شغالين بيها في البيت عشان تستوعبوها اكتر. السبليتر اللي بيبقى موجود عندنا في البلكونة، الكابل اللي جاي اصلا من البوكس بره داخل في السبليتر حتة البلاستيكة اللي في البلكونة دي، تمام؟ اهو السبليتر ده هو عبارة عن الديماركيشن بوينت. بمعنى لو مثلا الراوتر اللي عندي هنا في البيت باظ او التليفون حصل فيه مشكله، مسؤوليتي انا كعميل ان انا اصلح الحاجات دي، الاجهزه دي، تمام؟ جهاز الكمبيوتر باظ، اي حاجه من الاجهزه اللي عندي في البيت دي مسؤوليتي انا كعميل اللي اصلحها، تمام؟ لكن لو اللوكال لوب هو اللي باظ، مش اعمل بقى فيها سبع رجاله في بعض واطلع اقول انا هصلح اللوكال لوب بتاعي. المفترض لو هنمشي صح ان انا بكونتاكت مع السيرفيس برايدر، يقوم السيرفيس برايدر يكونتاكت مع السنترال، السنترال يبعت حد اصلا تبعهم يشوف مشكله اللوكال لوب. طبعا احنا هنا في مصر بتمشي كده في الشارع تصطاد الواد بتاع البوكس اصلا تديله 50 جنيه في ايده اساسا يجي يعمل لك المشكله وخلاص ونريح بقى، يغير لك الكابل يغير لك البورد ب 50 جنيه تعمل اللي انت عايزه، تمام؟ لكن لو هنشتغل بروسيجر صح المفترض ان ايه؟ انت بتكونتاكت مع مين؟ مع السيرفيس برايدر. السيرفيس برايدر هو اللي بيكونتاكت مع السنترال، تمام؟ طيب مصطلح كمان اللي هو كاستمر بريمسز اكويبمنت. Customer premises equipment. يعني ايه customer premises equipment؟ يعني الاجهزه بتاعه العميل. الاجهزه ايه؟ بتاعه العميل. احنا اخذنا قبل كده مصطلح اون بريمسز، قلنا اون بريمسز معناه اللي هي الشبكه اللي عندي في اللان مش كلاود، يعني
تمام. فكاستمر بريمسز اكويبمنت من اسمها دي الاجهزه بتاعه مين؟ العميل. تمام. ده كاوفر فيو كده عن اللي احنا اخذناه قبل كده بس ان ديتيلز شويه. طيب لسه برضو هناخد برضو اوفر فيو كده. تعالوا نفترض ان انا عندي هنا كاس كمبيوتر بي سي 1 عايز يوصل لبي سي 2. ادي كاس بي سي 1 ار 1 اللي هو الهيد كوارتر، وده البرانش، وده بي سي 2. تعالوا نحط بس كده ايباد بسرعه. هفترض ان ده ايباد عشرات 1 وده ايباد عشرات 2. الشبكه اللي في النص دي هفترض ان هي شبكه 11 او خليها اوفر 30. تمام. وطبعا المفترض ان مش بيبقى كونكتد عن طريق كابل دايركت، بيبقى قلنا فيه ديفايسز كتير في النص اللي موجوده على مستوى السنترالات. تمام. تعالوا نخلي الشبكه دي مثلا 192.168.1 والبي سي 192.168.2 مثلا. تمام. نحط كمان الماكات ماك اي ماك بي. تمام. الراوتر طبعا احنا كنا قلنا ان على مستوى كل انترفيس بيبقى له اي بي وبيبقى له ماك. تمام. لو انا هفترض دلوقتي ان الانترفيس ده سيريال، السيريال ملوش ماك، الانترفيس بتاع السيريال ملوش ماك، لكن لو تكنولوجي ايثرنت، فاست ايثرنت، جيج ايثرنت، وات ايفر، بيبقى لها ماك. تعالوا نفترض ان جنرال ان هو ملوش ماك. تمام. وهنا هفترض ان الماك ده سي والماك بتاع الجهاز ده دي. تمام. التارجت بتاعي ان جهاز بي سي 1 عايز يوصل لجهاز بي سي 2. تمام. وانت جيت بعد كده عملت كابتشر للداتا بتاعتي للباكت على مستوى اللينك ده، شكل الهيدر بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ ادي الداتا هيتعمل لها انكابسوليشن جوه سي سي بي هيدر، بعد كده اي بي هيدر، بعد كده ايثرنت هيدر. تمام. طيب بالنسبه دلوقتي للتي سي بي هيدر هيبقى جواها معلومات كتير، منها على سبيل المثال السورس بورت والديستنيشن بورت. احنا طبعا المفترض ان احنا فاكرين ان السورس بورت كان بيبقى قيمه راندوم، انما الديستنيشن بورت على حسب السيرفيس اللي انا داخله عليه. طيب بالنسبه للاي بي السورس اي بي هيبقى كام؟ 10.001 والديستنيشن اي بي هيبقى 192.168.1.2. ده الاي بي اللي انا عايزه اوصل له. تمام. طبعا ده في حاله لو انا مش مطبقه نت، لان طبعا الراوتر اساسا في حاله لو مفيش نت ما بيلعبش في الهيدر بتاع الاي بي، بيسيبه يعدي زي ما هو. تمام. لكن لو انا مطبقه نت اكيد طبعا بي سي 1 عمره ما هيوصل للاي بي البرايفت اللي هناك، كبير وبيشوف الاي بي البابليك بتاع الراوتر. احنا بفترض دلوقتي ان مفيش عندي نيتنج. تمام. عشان مش عايزين نلعب دلوقتي في الهيدر بتاع الاي بي خالص. طيب يبقى قلنا تاني السورس اي بي 10.001، الديستنيشن اي بي 192.168.1.2. تمام. طب بالنسبه للايثرنت هيدر كان بيبقى جواها معلومات كتير، منها سورس ماك، ديستنيشن ماك. السورس ماك هيبقى قيمته كام؟ ايه؟ والديستنيشن ماك؟ لا، الديستنيشن ماك هيبقى بي. ليه بقى؟ هو يعني في الاساس انا كنت بجيب الديستنيشن ماك ازاي؟ عن طريق بروتوكول الارب، مش كده؟ بروتوكول الارب لو تفتكروا ان كاس بي سي 1 بيبعت مسج لكل نظام برودكاست، يا جماعه مين فيكم 192.168.1.2 يرد عليا بالماك بتاعه. تمام. اساسا الراوتر مش هيعدي البرودكاست من الاصل كده، الراوتر ايه؟ مش هيعدي البرودكاست. فالراوتر ذات نفسه هو اللي هيرد على البي سي ويقول له انا الجيت واي بتاعك انا 10.002، وعشان توصل للجهاز ده الماك بتاعي هيبقى بي. الماك هيبقى ايه يا شباب؟ بي. تمام. فهنا على مستوى الابلينك ده المفترض ان السورس ماك هيبقى ايه والديستنيشن ماك هيبقى ها بي بالظبط. تمام. طيب خلي الباكت بقى تعدي هنا ونعمل لها كابتشر. ادي الداتا، ادي التي سي بي هيدر، ادي الاي بي هيدر. هيتحط هنا لاير 2 هيدر. هيتحط هنا ايه؟ لاير 2 هيدر. اللاير 2 هيدر دي بقى هيبقى جواها ايه؟ نمسكها بس كده الاول. التي سي بي هيدر هيبقى زي ما هو، الراوتر ما بيلعبش اصلا في الهيدر بتاع التي سي بي. تمام. ده الديفولت. الراوتر برضو في حاله لو انا مش مطبقه نت مش هيلعب في الهيدر بتاع الاي بي. فستيل لو جيت اعمل كابتشر هنا هيظهر قدامي ان 10.001 ده السورس اي بي و 192.168.1.2 ده الديستنيشن اي بي، طالما انا مش مطبقه نت. تمام. طب بالنسبه للاير 2 هيدر بقى، قال لك ما هو الراوتر اصلا مش هيعدي المعلومه بتاعه الماك، مش هيعدي المعلومه بتاعه الماك. تمام.
امال ايه اللي هيتحط هنا؟ ده بقى على حسب الوان تكنولوجي، وهو ده اصلا موضوعنا النهارده. يعني ايه على حسب الوان تكنولوجي؟ مثلا في انواع كتير جدا جدا من التكنولوجي، لو انت شغال دي اس ال هيتحط هنا معلومه معينه، لو انت شغال حاجه اسمها فريم ريلي هيتحط هنا حاجه ثانيه خالص، لو انت شغال حاجه اسمها دي اس ليز لاين هيتحط هنا حاجه ثالثه خالص. فالمعلومه اللي هنا مش ثابته على حسب نوع الوان تكنولوجي اللي انت بتستخدمه. تمام. في بعض انواع الوان تكنولوجي بنستخدم فيها ماكات على فكره، وبالتالي هيحط الماك سورس ماك هو ده والديستنيشن ماك هو ده. تمام. لكن لو الانترفيس ده سيريال هيحط هنا لير 2 ادرس مختلف تماما على حسب الوان تكنولوجي. تمام. طيب خلي الباكت بعد كده توصل للناحيه دي، ادي الداتا، ادي التي سي بي هيدر زي ما هو مش اتلعب فيه، ادي الاي بي هيدر زي ما هو، يرجع تاني يحط هنا ايثرنت هيدر، يرجع يحط ايه يا شباب؟ ايثرنت هيدر. تمام. الايثرنت هيدر ده انا دلوقتي رجعت تاني دخلت جوه لان، فالراوتر هيعمل تير داون للمعلومات اللي موجوده هنا. ليه يعمل لها تير داون؟ لان اساسا المعلومات اللي انا بتتفهم في الوان، انما الباكت بتاعتي رجعت تاني دخلت لان. تمام. فهو لو دخلها بمعلومات الوان الاجهزه اللي جوه مش هتقدر ان هي تفهمها، وبالتالي هتعمل لها دروب. تمام. فهنا في الايثرنت هيدر هيرجع تاني يحط سورس ماك وديستنيشن ماك. السورس ماك هيبقى قيمته كام؟ سي. السورس ماك هيبقى كام؟ سي. والديستنيشن ماك دي. عارف ازاي الديستنيشن ماك؟ عارف ازاي الديستنيشن ماك؟ ما هي بص كده، الباكت لغايه ما وصلت لجهاز بي انا ما عنديش معلومه الدي اصلا في اي جزء من اجزاء الهدف، صح؟ فعارفها ازاي؟ برضو عن طريق الارض. برضو عن طريق ايه يا شباب؟ الارض. تمام. يبقى جهاز بي هيبعت بروكاست، يا جماعه مين فيكم 192.168.1.2 يرد عليا بالماك بتاعه؟ ده الجهاز الوحيد اللي هيرد عليه بالماك بتاعه، يكيش هنا معلومه ايه؟ الديستنيشن ماك اللي هي الدي. بدات توضح كده؟ ها؟ اسئله؟ فيبقى موضوعي بقى النهارده ايه هي انواع الوان تكنولوجي. اول نوع من انواع الوان تكنولوجي بنسميه سيركت سويتشنج، تمام، او برضو بنسميه الاسم الدارج ليزد لاين. ليزد لاين كترجمه معناها خط متاجر. كترجمه معناها ايه؟ خط متاجر. ده نوع من انواع البرايفت وين، الهدف منه ان انا اربط شركه بالفروع بتاعتها. تمام. فانا هفترض دلوقتي ان ده الراوتر زي ما اتفقنا الهيد كوارتر، تمام، وده الراوتر البرانش. تمام. فالمفترض دلوقتي ان انا هربط الهيد كوارتر اللي هو، تعالوا الاول نفترض ان ده الزقازيق وده قلنا مدينه نصر. تمام. فالمفترض اصلا ان انا هربط الراوتر بتاع الزقازيق بسويتش كده اسمه ليد لاين سويتش. اسمه ايه؟ ليد لاين سويتش. تمام. الليد لاين سويتش ده زي ما قلت لكم ده سويتش شغال في الوان، يعني بنكونكت عليه بكابلات سيريال. ده هيبقى موجود فين؟ في السنترال بتاع الزقازيق. السنترال بتاع مين؟ الزقازيق. تمام. وبعد كده الفرع بتاع مدينه نصر هو كمان هيبقى مربوط في السنترال يعني بتاع مدينه نصر اصلا عن طريق الليد لاين سويتش، وفي النهايه السنترالات دي كلها اصلا متوصله ببعضيها عن طريق السنترال الرئيسي في رمسيس. في الليد لاين بقى انت بتأجر الخط ده، تمام، ليك انت، بمعنى مفيش اي عميل تاني على مستوى العالم يعرف يبعت الداتا على اللينك ده ما بين فرع الزقازيق والفرع بتاع مدينه نصر الا انت بس. وعشان كده بنسميه ديديكيتد سيركت سويتشنج. بنسميه ايه؟ ديديكيتد سيركت سويتشنج. ديديكيتد يعني ايه؟ مخصص ليك انت بس. بمعنى انت دلوقتي اشتريت سرعه 1 ميجا، تمام، هتاخد حرفيا سرعه 1 ميجا في نقل الداتا ما بين الفرعين. عشان تفهم الكلام ده تعالى اقارنها لكم دلوقتي مثلا بالتكنولوجي دي اس ال. تمام. كلنا عندنا في جيبنا دي اس ال. انا هنا مثلا في الشركه واخده دي اس ال بسرعه كام؟ 30 ميجا. تمام. الداونلود اللي انا بعمله او الابلود اللي انا بعمله بعمل داونلود وابلود بسرعه 30 ميجا؟ لا، ده انا جاست ان انا مثلا بعمل داونلود بسرعه 2 ميجا، 2 وشويه بالكثير. تمام. فاللي اقصده ان التكنولوجي بتاعي اللي هي الدي اس ال بنقول عليها شيرد باندويث. بنقول عليها ايه يا شباب؟ شيرد باندويث. لان في تكنولوجي ثانيه اسمها ديديكيتد سيركت سويتشنج اللي هي الليز لاين، يعني الخط ده بتاعك انت لوحدك مش من حق حد ثاني يبعت الداتا عليه، وبالتالي سرعه مخصصه ليك انت بس. تمام. الليز لاين في ميزه وفي عيب. الميزه بتاعته اساسا ان الخط ده زي ما اتفقنا بتاعك انت لوحدك،
تمام، وبالتالي السرعه اللي انت بتدفعه بتلاقيه. تمام، السكيورتي المفروض ان هي عاليه على اساس ان مفيش اي حد مثلا هيكبش في الترافيك. انت لو بتطلع انترنت، الانترنت بتاع مين؟ طوب الارض. فممكن بالصدفه انت داخل تشتري حاجه مثلا من اي بي او وات ايفر، وبتكتب رقم الكريدت كارد نمبر، بالصدفه مثلا كانت صفحه حصل فيها مشكله في السكيورتي او حاجه، تمام، وبالتالي اي اتاكر كابتشر الكريدت كارد نمبر بتاعك، صح؟ فبرضه الانترنت مهما عملوا فيه برضه مكان مش تراست، لان الانترنت بيتعال على كله. لكن هنا قلنا تاني الخط ده مش من حق اي بني ادم يبعت عليه الداتا الا انت، وبالتالي السكيورتي كمان بتاعته عاليه، هيكابتشر الترافيك ازاي؟ صح؟ انا عن نفسي بصراحه ضد المقوله دي. ليه بقى؟ افرض ان السيرفيس بروفايدر ذات نفسه في حد جواه، موظف جواه اخلاقه مش كويسه، وهيبدا بنفسه يعمل كابتشر للترافيك بتاعي وياخد الداتا دي يبعتها مثلا يبيعها لحد من الكومبيتيتورز بتوعي. انا شركه مثلا وليا كومبيتيتورز، هياخد الداتا دي يبعتها لحد منه، تمام. فلما انا قلت دلوقتي ان ليز لاين سكيور، ده على اساس ان انا تراستد في السيرفيس بروفايدر. على اساس ايه؟ ان انا تراستد في السيرفيس بروفايدر. ممكن طبعا تقوم لاير اوف سكيورتي وانت بتربط الفرعين ببعض عن طريق بروتوكول اسمه اي بي سيك، هناخده قدام باذن الله. واضحه كده؟ اي بي سيك اللي هو اي بي سكيورتي، يعني اي بي سكيورتي، تمام. العيب بقى بتاع التكنولوجي بتاع الليز لاين ان هو مكلف، تمام. هنا في مصر على سبيل المثال شركات السيرفيس بروفايدر بتحاسبك بالكواترو، الكواترو يعني كل 3 شهور. فعلى حسب المسافه وعلى حسب السرعه اللي انت شاريها، ممكن تلاقي نفسك بتدفع مثلا 20,000 في الكواترو، 40,000، 100,000. طبعا الاسعار كانت اغلى من كده بكتير، وكل يوم والتاني دلوقتي بترخص، لان في انواع اجدد من الوان تكنولوجي ظهرت. يعني ممكن دلوقتي تدفع في الكواترو 11,000، 10,000. فالاسعار فعلا فعلا بترخص بتاعت الليز لاين، لان في تكنولوجي ثانيه في الوان تكنولوجي ظهرت سرعاتها اعلى، وفي نفس الوقت الكوست بتاعها وفي نفس الوقت السرعات اعلى، وفي نفس الوقت الكوست اقل. وضحت كده؟ بالنسبه بقى للليز لاين، ايه هي الانواع بتاعته؟ اول نوع عملوه كان اسمه ديجيتال سبيد زيرو، تمام. الديجيتال سبيد زيرو ده كانت السرعه بتاعته 64 كيلو بت بير سكند، تمام، لان سرعه نقل الصوت اصلا في كابلات النحاس اساسا 64 كيلو بت بير سكند، تمام. جم قالوا لك بعد كده ايه السلك ده، ايه رايك لو انا قدرت ان انا اقسمه لعدد من التشانلز؟ لعدد منين التشانلز؟ احنا اخذنا المحاضره اللي فاتت مفهوم التشانلز، وعرفنا التشانل ده معناه باند اوف فريكوانسيز، مجموعه من الفريكوانسيز لما اخذناه مع الواي فاي. فلو انت قدرت دلوقتي ان السلكه دي تقسمها لعدد من التشانلز، بحيث ان كل تشانل تشيل 64 كيلو بت بير سكند، تمام، يبقى انت كتوتال كانك زودت السرعه ولا لا، تمام. فللدقه عملوا بقى نظام اسمه ديجيتال سبيد 1، وده في منه نوعين، نوع اسمه تي 1 ونوع اسمه اي 1. تي 1 ونوع اسمه اي 1. بالنسبه للتي 1 سرعته كام؟ قدروا ان هم يقسموا السلكه بتاعتي ل 24 شانل، اضرب 24 شانل في 64 كيلو بير سكند، فهيديك 1.54 ميجا بت بير سكند. طيب بالنسبه لاي 1 قدروا ان هم يقسموا السلكه بتاعتي ل 32 شانل، هيديك 2 ميجا بت بير سكند. هيديك كام؟ 2 ميجا بت بير سكند، تمام. عملوا بعد كده ديجيتال سبيد 2، وده في منه تي 2 وفي منه اي 2. تي 2 وعملوا اي 2. عملوا بعد كده ديجيتال سبيد 3، وده كان في منه تي 3 وكان في منه اي 3. بالنسبه للتي 3 كانت السرعه بتاعته 45 ميجا بت بير سكند، تمام، ودي كانت اقصى حاجه وصلوا لها تكنولوجي السيريال، الانترفيس بتاع السيريال اقصى حاجه وصلوا لها كانت كام؟ 45 ميجا بت بير سكند. وكان عندي اي 3 السرعه بتاعته 34 ميجا بت بير سكند. تكنولوجي الليز لاين بصفه عامه زي ما قلت لكم تكنولوجي ليجاسي، كل يوم والتاني بتنقرض، لان زي ما قلت لكم عملوا بعد كده انواع تانية من الوان تكنولوجي السرعات بتاعتها اعلى وفي نفس الوقت ارخص، تمام. تي اللي هي اختصار تيرمينال، لان اللي كانت عاملاها شركه اي تي ان تي، تمام، شركه اي تي ان تي اللي كان زمان اسمها بيل لابس، اللي كان عاملها جراهام بيل،
ودي من اكبر شركات الكوميونيكيشن على مستوى العالم، تمام؟ فهي اللي كانت عامله نظام تي، التي تيرمينال ده النظام الامريكان، اي يوروب، تمام. وهنا في مصر احنا برضو شغالين بنظام الاي. اي اسئله؟ طيب، في سرعات اعلى من كده كمان، تمام، بتربط السيرفيس بروفايدرز ذات نفسها بقى، اسمها اس تي ام. اسمها ايه؟ اس تي ام. اس تي ام اول حاجه عملوها كان اس تي ام 1، ده كانت السرعه بتاعته 150 ميجا بت بير سكند. حتى مصطلح مشهور جدا عندهم يقول لك اس تي ام 100، تمام. تعالوا نشوف دلوقتي مثلا كده اعلى اس تي ام وصلوا لها كام. اس تي ام مية خمسة وخمسين. في عندي مثلا اس تي ام 64 ده وصلوها لكام؟ 10 جيج بت، تمام. لا في اعلى، دي ارتكل قديمه، دي ارتكل قديمه اساسا، ده يعني علوا السرعات عن كده بكتير دلوقتي. اه هو الفيديو شغال فمش عايزين هرتله كده في الكلام، ماشي تمام. ممكن تسيرشي بقى على اعلى سرعات اصلا وصلوا لها كام يعني. نكمل افضل. ده بالنسبه للتكنولوجي بتاعت مين؟ اللي هي الديز لاين بصفه عامه. ندخل بعد كده في التكنولوجي اللي بعديها اللي هي اون ديموند سيركت سويتشنج. اللي فاتت كانت الديديكيتد سيركت سويتشنج. الاون ديموند سيركت سويتشنج هو خط متاجر بتاعك انت لوحدك، لكن فور ا شورت بيريد اوف تايم. It is a gas line but for a short period of time، لفترة قصيرة. زي مين؟ على سبيل المثال زي تكنولوجي الدايل اب، وزي تكنولوجي الدي الاي اس دي ان، تمام. تكنولوجي الدايل اب لو حد فيكم يوعى عليها كده، اليوم ما كنا بنطلع انترنت عن طريق خط التليفون، تمام. وده طبعا تكنولوجي اساسا في الدايل اب. مشكلتنا فيها ان اجدحها كارت فاكس كان موجود في السوق سرعته 64 كيلو بت بير سكند، وعمرك اصلا ما بتحصل على السرعه كامله، دايما بتقص منهم زي ما اتفقنا 8، هتقص منهم 8 كيلو، تمام. فهيديك كام؟ 56 كيلو بت بير سكند، تمام. ايه ال 8 كيلو اللي كنا بنقصهم دول؟ لما كنا بنطلع انترنت عن طريق دايل اب، كنت ببدا ان انا اكتب رقم التليفون اللي عايزه اتصل بيه 037035 مش عارف ايه، فيفضل يديني صفاره تي 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 تي. ما الصفاره دي كنترول بلين، الصفاره دي بيتحجز لها لوحدها 8 كيلو عشان تتنقل عن طريقهم، تمام. يعني احنا كنا بنوصل بسرعه كام؟ 56 كيلو بت بير سكند. وكان مشكلتنا كبيره جدا في تكنولوجي الدايل اب ان السلكه بتاعتي كنا يعني هي متقسمه شانل واحده، يا اما ان انا ابعت عليها داتا يعني اطلع انترنت، يا اما ان انا اتكلم تليفون، تمام. لو انا هستخدمه تليفون مش هينفع ان انا استخدمه انترنت، لو استخدمته كانترنت خط التليفون كان بينشغل، تمام. فعشان كده قال لك لا، عملوا تكنولوجي بعديها اسمها اي اس تي ان. في الاي اس تي ان قدروا يقسموا السلكه بتاعتي لاثنين شانل، شانل فيهم هبعت عليها الداتا اطلع انترنت بسرعه 64، طبعا يشيل منهم 8، تمام. والشانل الثانيه للفويس. يعني من الاخر الاي اس تي ان اساسا تقدر ان انت تستخدمه في ايه؟ في ان انت تطلع انترنت دايل اب، وفي نفس الوقت خط التليفون مش يتشغل. وكان اصلا باشتراك مع السنترال، كان لازم تطلب اصلا الخدمه دي منهم، وكان ساعتها مكلف جدا، تمام. حاجه كمان كان ممكن تطلب منهم ان هم يخلوا لك الخطين اصلا للداتا، يبقى انت هتطلع انترنت بسرعه 128 كيلو بالبر سكند، طبعا ساعتها كان اختراع، تمام. التكنولوجي دي ما استمرتش كتير، لانه قال لك طالما انا قدرت ان انا اقسم السلكه بتاعتي لاثنين شانل، طب ما انا اقسمها لاكتر من شانل، بحيث ان كل شانل تشيل قد ايه؟ 64. ودي كانت الفكره بتاعه تكنولوجي دي اس ال زي ما هنشوفها النهارده ان شاء الله، تمام. فقلنا تاني تكنولوجي الاون ديماند دي خلاص محدش بقى بيشتغل بيها اصلا. لو حاولت دلوقتي هنا في مصر، يعني لو حاولت تطلع انترنت عن طريق الدايل اب، خلاص اتلغى، مش سبورت، تمام. الويب تكنولوجي اللي بعديها اللي هي الباكت سويتشنج، تمام. في الباكت سويتشنج بقى في عندي انواع. اول نوع اللي هو X.25، والX.25
كانت مشكلتنا فيه عيوبه ان هو بيعمل لي ايرور كوركشن، وانه كان ريلايبل، وانه كان ايه شباب ريلايبل. تمام هكمل. محدش اخد باله من حاجه غريبه خالص انا قلتها ازاي؟ ده بالظبط. قول علي الصوت. تمام. المفترض ان دي مميزات مش عيوب. انا قلت دلوقتي ان عيوبه انه كان بيعمل لي ايرور كوركشن وانه كان ريلايبل، المفترض المنطق بيقول ان دي مميزات. تمام. لا تخيل بقى دلوقتي اساسا ان هو كان بيعمل لي ايرور ريكفري او ايرور كوركشن على مستوى كل باكج ما بين كل سنترال وكل سنترال مثلا. تمام. ايام ما كانت جوده الاسلاك والكوبر بتاعها ضعيف جدا وبتنيل جدا. تمام. فتيجي بقى دلوقتي لو عمل لي دلوقتي ايرور ريكفري على مستوى كل باكج، سرعه الاكس 25 كانت سرعتها 64، السرعه بتاعتها كانت 45 كيلو بت بالسكند. تخيل ان انت بتنقل داتا ما بين سنترات مثلا على سبيل المثال بسرعه كام؟ 45 ميجا بت بالسكند. تمام. فطبعا كان التكنولوجي بطيئه جدا. بالمناسبه صحيح في الليت لاين نسيت اقول لكم حاجه، طالما السرعه بتاعت اللي هي اللي انت شاريها يعني زادت عن 8 ميجا، المفترض ساعتها ان هي بتتنقل على كابلات فايبر مش كبر. تمام. طيب عملوا بعد كده في الباكت سويتشنج تكنولوجي تانية اسمها فريم ريلي. ايه فكرة الفريم ريلي ده بقى؟ تعالوا هفترض دلوقتي ان انا عندي ده الراوتر بتاع الهيد كوارتر، وعندي ادي برانش التاني 10 برانش مثلا على سبيل المثال، ده الهيد كوارتر اوفيس، ده برانش 1 برانش 2، والدنيا كبرت شوية بقى عندنا سي مثلا 10 فروع، وعايز اربط الفروع دي ببعضيها عن طريق الليز لاين. لو انا فكرت ان انا اربطهم عن طريق الليز لاين في كميه مشاكل هتقابلني كتير جدا. ايه هي؟ اول حاجه انا هنا محتاجه كام ليز لاين؟ 10. تمام. تكلفه غاليه صح؟ تمام. فدي اول مشكله. مشكله تانية، هو انا عندي راوتر على سبيل المثال فيه 10 سيريال انترفيس. افرض ان انت مفيش افيلابل قدامك راوتر فيه انترفيسز تسمح ان انت تركب فيها موديول، تمام، بعدد 10 سيريال، فدي مشكله صح؟ ده غير التكلفه. عشان كده قال لك لا لا لا، احنا هنعمل حركه ثانيه بقى. ايه هي؟ تكنولوجي الفريم ريلي هتوصل هنا فريم ريلي سويتش. هتوصل هنا ايه؟ فريم ريلي سويتش، بحيث دلوقتي الفريم ريلي سويتش ده هو اللي هيوصل ما بين الفروع وبعضها. ده فريم ريلي سويتش، قلنا تاني هو سويتش بس مخصص للتكنولوجي السيريال، بتربط عليه كابلات سيريال، يعني مخصص للتكنولوجي بتاعت الوان تكنولوجي. تمام. فاول مشكله عندي اتحلت، ان انا دلوقتي الهيد كوارتر اوفيس بقيت محتاجه له كام سيريال؟ واحد بس. تمام. بلس ان انت اصلا الفريم ريلي سويتش هو ذات نفسه بيشتغل كدي سي اي. مش احنا لسه قايلين النهارده ان الدي سي اي هو اللي بينظم عمليه السرعه بتاعه الاجهزه بتاعتي؟ تمام. الفريم ريلي سويتش ده بيبقى موجود في السنترالات. بيبقى موجود فين؟ في السنترالات. تمام. وبالتالي انت لما تحب تزود السرعه هم بنفسهم هيزودوا لك السرعه من هناك، لان طبعا الفريم ريلي سويتش موجود في السنترال. تمام. على عكس مثلا الليز لاين، السوسو دوسو او المودم ده موجود فين؟ في شركتك انت، وهو ده اللي بينظم عمليه الكوميونيكيشن، هو ده اللي بيظبط السرعه. بدات توضح كده؟ تمام. تعالوا نركز بقى دلوقتي شويه على تكنولوجيا الفريم ريلي. وبالمناسبه السرعه بتاعته كانوا قدروا يوصلوها ل 45 ميجا بت بير سكند. قدروا يوصلوها لكام؟ 45 ميجا بت بير سكند. طبعا الاول كده هنتيه تكنولوجيا زي الاكس 225 دي خلاص انقرضت، ما بقاش ليها وجود. الفريم ريلي المفروض ان انت لو قريت الدوكيومنتيشن هتلاقي ان هم دايما بيقولوا عليها تكنولوجيا كده من ايام الفراعنه. تمام. المفروض ان هي حاجه ليجاسي جدا، بس للاسف في شركات موجوده في مصر شغاله بيها. تمام. هبقى اقول لكم عليها بعد ما اوقف الفيديو، بس للاسف بيزنس كبير كمان مش بيزنس صغير. تمام. فيعني هو اتشال من المناهج، ما بقاش مطلوب مننا خالص ان احنا نشرحه. تمام. وكل فتره كده يعني بيتشال منه جزء اكبر، دلوقتي خلاص ما بقاش يعني مش مطلوب مننا نشرحه خالص. حتى في الان بي كنا بنشرحه ديتيلز، لا اتشال خالص، لان زي ما قلت لكم هي تكنولوجي ليجاسي قديمه. تمام. تعالوا نركز بقى دلوقتي كده شويه على تكنولوجي الفريم ريلي، نفهم المفهوم بتاعها. يعني هفترض ان ده الراوتر في الفرع بتاع الزقازيق، وعندي ادي 3 برانش
ده الهيد كوارتر ده كده نسميه مثلا ار 1 ده الفرع بتاع مدينه نصر هنسميه مثلا سي ار 2 سي مثلا ده بتاع المعادي هنسميه ار 3 وده نعمل فيه الزمالك ار 4 امال ايه لا ما هو مش 100 غمر يعني ماشي طيب الفرع بتاع الزقازيق الفرع بتاع الزقازيق هيبقى كونكتد على الفريم ريلي سويتش في السنترال بتاع الزقازيق تمام فريم ريلي سويتش ده اللي موجود قلنا في سنترال مين الزقازيق ده الفريم ريلي سويتش اللي موجود في السنترال بتاع مدينه نصر ده اللي موجود في الفرع بتاع او السنترال بتاع المعادي ده اللي موجود في السنترال بتاع الزمالك وزي ما قلت لكم في النهايه كل السنترالات بتبقى اصلا كونكتد مع بعض من خلال السنترال الرئيسي اللي موجود فين الزقازيق ايه الزهوي رمسيس تمام تعالوا نربط دلوقتي السنترالات دي كده ببعض تكنولوجي الفريم ريلي نوع من انواع البرايفت وين نوع من انواع ايه البرايفت وين يعني مش الهدف ان انا اطلع انترنت وبالمناسبه اي نوع من انواع التكنولوجي بتاعت البرايفت انت مش محتاج فيها اي بي هات بابليك لان انت مش هتطلع انترنت مش محتاج نت مش محتاج تخبي اي بي هاتك تمام فتقدر هنا او تظهر بره بابليك اي بي يعني فتقدر هنا في التكنولوجي بتاعت البرايفت بصفه عامه ان انت تستخدم برايفت اي بي وطبعا مش هتطبق نت لان طبعا النت هيخلي الراوتر يلعب في الهيدر بتاع الاي بي لا ده انا عايزه الاجهزه اللي هنا توصل للاجهزه اللي هنا توصل لهنا توصل لهنا فالمنطق طبعا ان انت مش هتطبق نت تمام هفترض دلوقتي بس ان احنا شغالين رينج اي بي هات مثلا الراوتر ده 10.0.0.1 الانترفيس ده 10.0.0.2 10.0.0.3 تمام وطبعا الفريم ريلي سويتشز مش بيبقى عليها اي بي هات لان هي شغاله لير 2 هي شغاله في الوان تكنولوجي بس برضه ستيل لير 2 الوان تكنولوجي كله اصلا اغلبه شغال في لير 2 على حسب نوع الوان تكنولوجي تمام طيب ايه اللي هيحصل بقى قال لك دلوقتي هفترض ان البورت ده بورت رقم 1 2 3 4 تمام على الفريم ريلي سويتش السيرفيس برايدر هيبدا يكريت عليه تيبل التيبل ده اسمه سويتشنج تيبل التيبل ده اسمه ايه سويتشنج تيبل السويتشنج تيبل ده علاقه ما بين الانبوت بورت والانبوت ديلسي الاوتبوت بورت والاوتبوت ديلسي كوميتد انفورميشن ريت كوميتد انفورميشن ريت تعالوا نمسكها واحده واحده بقى ايه الديلسي ده الاول المفترض ان احنا زي ما اتفقنا بنتكلم على سيريال انترفيس الوان والسيريال انترفيس انا قلت لكم قبل كده ملوش حاجه اسمها ماك ملوش حاجه اسمها ايه شباب ماك تمام امال لير 2 ادرس على حسب قلنا الوان تكنولوجي بالنسبه للفريم ريلي بنسميه ديلسي بنسميه ايه الديلسي فتعالوا نفترض مثلا ان الديلسي هنا هخليه سي مثلا 102 سي مثلا هنا خليه 201 سي مثلا 301 سي مثلا 401 رقم الديلسي ده المفترض ان بيبقى يونيك على مستوى الفيزيكال انترفيس بيبقى يونيك على مستوى ايه الفيزيكال انترفيس وده كونفيجرابل يوزر بمعنى ايه الديلسي ده انا مش حاجه كده محروقه على كارت الشبكه والكلام ده زي الماك لا دي قيمه كونفيجرابل انت بتعمل لها كونفيجريشن بايدك انت بتعمل لها ايه كونفيجريشن بايدك تمام وقلنا الديلسي ده المفترض انه يكون رقم يونيك على مستوى الفيزيكال بورد بمعنى هنا 102 ينفع هنا تخليه 102 تمام او بلاش القيمه دي عشان دي هتختلف دي ينفع تبقى 102 ينفع عادي جدا تمام الرقم ده المفترض ان هو هنا قيمته كام 201 يبقى البورت اللي قصاده لازم يكون برضو 201 طيب وهنا يبقى قيمته كام هو مش مصط يكون 102 انا عن نفسي افضل انه يكون 102 عشان بس بيبقى اسهل في الترابل شوت يبقى الرقمين دول كده مصط ان هما يكونوا نفس الرقم ككونفيجريشن تمام لكن الرقم ده وده مش مصط ان هما يكونوا نفس الرقم بس افضل انه يكون نفس الرقم كايه عشان يسهل في الترابل شوت تعالوا نمشي مع بعض بقى هنعمل بس الفرعين والباقي زي بعض بالظبط تمام
انا هفترض دلوقتي ان الفرع بتاع الزقازيق عايز يوصل للفرع بتاع مدينه نصر. البورت او الداتا دلوقتي جات لي الفريم ريلي سويتش على بورت رقم كام؟ ها؟ على بورت رقم كام؟ واحد. الداتا جات على البورت ده اهو. ها؟ توقف في ايه؟ عايز توصل فين؟ يد الفرع بتاع الزقازيق عايز يوصل لفرع مدينه نصر. الباكت جات لي الفريم ريلي سويتش على بورت رقم كام؟ واحد. تمام؟ جات له بدلتي 102. هتطلع من البورت رقم؟ البورت رقم 2 من الدلسي رقم 201. كوميتد انفورميشن ريت اللي هو المقصود بيه السرعه. انا دلوقتي عايزه اربط فرع الزقازيق بالفرع بتاع مدينه نصر عن طريق سرعه 1 ميجا. عن طريق سرعه كام يا شباب؟ 1 ميجا. تمام؟ طيب تعالوا نعمل مثلا الزقازيق بالمعادي. الداتا جت من بورت الانبوت بورت 1 تمام؟ على الدلسي تمام؟ ما ينفعش بقى هنا 102 تمام؟ نخليه زي مثلا 200. حط مثلا هنا قيمة 103 و104 تمام؟ يبقى تاني كده انا عايز اربط دلوقتي فرع الزقازيق بالفرع بتاع المعادي. الداتا جت من بورت كام؟ واحد تمام؟ من دلسي رقم هتطلع من البورت رقم 3 تمام؟ بدلسي رقم 301 وسي مثلا هخصص له سرعة 2 ميجا. معنى كده ان الفيزيكال انترفيس الواحد بيبقى له اكتر من دلسي؟ اه، على حسب انت هتربطه بكام فرع. تمام؟ احنا عندنا في الماك كان الكارت بيبقى له ماك واحد، لكن هنا في الدلسي البورت الواحد الفيزيكال بورت الواحد ممكن يبقى له اكتر من دلسي، بس الارقام دول ما ينفعش ان هما يتكرروا، ما ينفعش ايه؟ ان هما يتكرروا. على عكس طبعا الماك، الماك المفروض على مستوى التوبولوجي بالكامل لازم يبقى يونيك، لكن قلت لك مثلا هنا 103 وهنا 103 اه، هنا كمان 103 ينفع اه عادي، ايه المشكله؟ واضحه؟ لكن على مستوى اللينك الواحد هنا 301 يبقى قصاده ها 301. خلي بقى دلوقتي الفرع بتاع الزقازيق عايز يوصل للفرع بتاع مدينه نصر تمام؟ الباكت طلعت من الراوتر عايزه تروح لاي بي 10.0.0.2، عايزه تروح لاي بي كام؟ 10.0.0.2. ما بي يعني الفريم ريت سويتش مش هيبص على الاي بي، هو هيبص دلوقتي الداتا جات له من بورت رقم كام؟ واحد تمام؟ بدلسي كام؟ 102، لان الباكت اصلا لما تطلع من الراوتر اللي هو بتاع الزقازيق تمام؟ انا هكون عامله كونفجريشن على الراوتر ده اني لما اكون عايز اوصل ل 10.0.0.2 هطلع الباكت بتاعتي بدلسي قيمته 102. هطلع الداتا بتاعتي بدلسي كام؟ 102. بحط السورس دلسي بس ما عنديش ديستنيشن دلسي، مش محتاجاه تمام؟ الباكت توصل للفريم ريلي سويتش مش هيبص على الاي بي، هيبص ان هي جايه له من بورت واحد، جايه له من بورت واحد عليها دلسي كام يا يوسف؟ 102. هيقوم عامل ايه؟ يقوم عامل لها سويتش يبعتها على البورت رقم 2 ويحط عليها دلسي 201 ويعمل لها ديديكيشن لسرعه 1 ميجا. طيب تاني عشان الناس اللي اتلخبطت، انا دلوقتي عايز اوصل للفرع بتاع المعادي تمام؟ الراوتر بتاع الزقازيق هيكون عنده تيبل هو كمان ان لما اكون عايز اوصل ل 10.0.0.2 تمام؟ هطلع الداتا بسورس دلسي 102، ولما اكون عايز اوصل ل 10.0.0.3 هطلع الداتا بسورس دلسي 103 تمام؟ الداتا طلعت من الراوتر راح على 10.0.0.1 وبدلسي كام؟ 103. توصل الباكت للفريم ريلي سويتش هيلاقي الداتا جايه له على بورت رقم، الداتا جايه له على بورت رقم واحد بدلسي، يقوم عامل لها سويتش يبعتها على البورت رقم 3 ويحط لها قيمه دلسي 301. واضحه كده؟ عرفنا ليه دلوقتي ان الراوتر هنا مش محتاج يبقى عارف الديستنيشن دلسي؟ مش محتاجه تمام؟ يبقى هنا الانترفيس ده بيبقى عليه ايه؟ ايه هو لير تو ادرس الدلسي؟ الفيزيكال انترفيس الواحد بيبقى له اكتر من ديس، بيبقى له اكتر من ايه؟ من ديس. تمام يا شباب؟ تعالوا ناخد برضو كده ايه؟ نركز في الموضوع ده اكتر شويه. في البدايه خالص التو راوترز اصلا تمام؟ احنا كنا قلنا عشان نفهم اي بروتوكول بنفهمه في ثلاث مراحل، ات ستارت اب، ات كونفرجنس، ات تشينج. فاللي يهمني دلوقتي ات ستارت اب. ايه الستارت اب ذات نفسها فيها المرحله الاولانيه اللي هي نيبر ديسكفري. مرحله اسمها ايه يا شباب؟ نيبر ديسكفري. ايه النيبر ديسكفري ده بقى؟ المفترض ان الراوتر عايز يبقى اصلا يعني يعرف معلومات
عن حاله الانترفيس بتاعه مثلا من الفريم ريليشن، تمام؟ فلازم يبقى برضه، فبيبدا ان هو الراوتر بتاع الزئزي يبعت للفريم ريليشن بتاعه هيلو مسج، بيبعت له ايه؟ هيلو. الاثنين بيبعتوا لبعض هيلو، تمام؟ بس مصطلح هيلو ده يعتبر مصطلح جديد شويه، احنا اخذنا المصطلح ده في الاو اس بي اس، اخذناه في اكتر من بروتوكول. دايما اول باكيت كده بتتبعت ما بين الراوترز قلنا بنسميها هيلو، تمام؟ لكن الفريم ريلي زي ما قلت لكم دي تكنولوجي قديمه، فالبروتوكولات القديمه ما كانتش سيسكو لسه وحدت مفهوم الهيلو، فالهيلو كان بيبقى ليها اسم مختلف على حسب البروتوكول. الهيلو هنا بقى، تمام، بتتم عن طريق بروتوكول اسمه ال ام اي، لوكال مانجمنت انترفيس. هو بيسموه لوكال مانجمنت انترفيس على اساس انه بيتم على مستوى اللوكال لوب، مش هو ده اللوكال لوب بتاعي، تمام؟ ففي البدايه خالص الراوتر بتاع الزقازيق بيبعت ال ام اي انكويري، يبقى ال ام اي انكويري ده عباره عن ايه؟ هيلو في الاول وفي الاخر، عن طريق بروتوكول اسمه ال ام اي، تمام؟ المفروض ان الراوتر بتاع فرع الزقازيق عايز يعرف حاله الانترفيس بتاعه شغال تمام ولا لا، تمام؟ فبيعرفه من خلال قلنا البروتوكول اللي اسمه ال ام اي، وده بيتبعت ما بين التو ديفايسز كل 10 ثواني. بيتبعت كل قد ايه؟ ما بين الراوتر والفريمر داي سويتش كل 10 ثواني، تمام؟ حاله الانترفيس بقى بتاعت الراوتر ممكن يكون حاجه من ثلاثه، ممكن يكون حاله الانترفيس اكتف، واكيد ده اللي انا عايز اوصل له، ان اكتف، ممكن تكون ديليتد. نمسك واحده واحده. اكتف من اسم، ده اللي انا عايز اوصل له. ان اكتف معناه ايه؟ معناه اساسا ان في مشكله بس ما بين الفريم ريلي سويتش والفرع بتاع مدينه نصر، مش ما بيني وما بين فرع والفريم ريلي سويتش، تمام؟ لان اصلا لو في مشكله ما بين الراوتر بتاعي في الفرع بتاعي والفريم ريلي سويتش هيرد عليا ازاي بان اكتف اساسا، تمام؟ يبقى تاني اكتف الدنيا شغاله، ان اكتف في مشكله بس ما بين الفريم ريلي سويتش والفرع اللي هناك، تمام؟ طيب ديليتد، ديليتد ده معناه ان الديل سي ديليتد، ما انا لسه قايله ان اساسا على الراوتر لازم يبقى عارف الديل سي، تمام؟ اهو الديل سي ده بقى متدلت ليه؟ ممكن قوي قوي مثلا العميل ده ما دفعش الاشتراك فدلته الديل سي بتاعه لغايه ما يدفع الاشتراك، تمام؟ يبقى تاني عن طريق ال ام اي الراوتر بيعرف حاله الانترفيس بتاعه، ممكن يكون اكتف يبقى شغال تمام، ديليتد الدلسي اتدلت، تمام؟ ان اكتف في مشكله ما بين الفريم ريلي سويتش وما بين الفرع بتاع مدينه نصر. واضح كده؟ طيب هو في حاله كمان اسمها ستاتيك، بس مش عايزين ندخل في مدايات لان طبعا الفريم ريلي سويتش كتكنولوجي زي ما اتفقنا انقرضت. ال ام اي بقى في منه ثلاث انواع، في نوع تبع سيسكو اسمه سيسكو ال ام اي، في نوع تاني تبع منظمة الـ IETF اسمه ANSI في Q.933E، وكلهم open standard، وكلهم ايه؟ open standard. طب الديفولت ايه؟ الديفولت ان هما بيبدأوا ينجوشيتوا مع بعض، يتفقوا مع بعض، ها هتشتغل نوع ايه؟ سيسكو ولا ANSI ولا ايه بالظبط؟ تمام؟ فهيبدأوا مثلا ينجوشيتوا عن طريق سيسكو، ما هو الطرفين ده وده لازم الاثنين يكونوا شغالين بنفس نوع الـ LMOI، لازم الاثنين يكونوا ايه؟ شغالين بنفس نوع ال ام اي. فلو ده سيسكو هيبدا ينجشيت مثلا مع اللي قصاده، انت شغال ايه؟ تمام؟ هيقعدوا 60 ثانيه ينجشيتوا مع بعض في الاولاني، بعد كده في الثاني، بعد كده في الثالث لغايه ما يرسوا على واحد، تمام؟ وال ام اي ده المفترض اساسا ان هو بيبقى لوكالي سيجنفيكانت على مستوى اللينك، بمعنى لو ده سيسكو وهنا سيسكو مفيش اي مشكله، لو هنا انسي وهنا انسي مفيش مشكله، لكن ما ينفعش هنا يبقى سيسكو وهنا انسي، تمام؟ يبقى تاني هنا في الطرفين خليتهم سيسكو وهنا في الطرفين خليتهم انسي، انا ما عنديش اي مشكله، تمام؟ لكن على مستوى اللينك الواحد ما ينفعش ده يبقى سيسكو واللي قصاده انسي. اي اسئله لغايه دلوقتي في الجزء ده؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ النيبر ديسكفري. هيدخلوا بعد كده في المرحله اللي بعديها اللي اسمها اي بي ديس اي بي ايه ديسكفري، تمام؟ ما هو الراوتر بتاع الزقازيق ده محتاج اي بي، ومحتاج يبقى عارف كمان الكونت الديسي بتاعته، تمام؟ فعندك طريقتين، يا اما ان انت تعملهم ستاتيك كونفيجريشن على الراوتر بايدك اصلا، تبدا ان انت تبلد التيبل ده، تبلد التيبل ده، تمام؟
او ان انت تاخد التيبل ده اصلا من الفريم ريلي سويتش، او تاخده من يا شباب من الفريم ريلي سويتش. لو انت دلوقتي هتاخده من الفريم ريلي سويتش هتاخده ازاي؟ الاول قلنا الطريقه الاولانيه ستاتيك، الثانيه دايناميك، دايناميك عن طريق بروتوكول اسمه انفرس ارب. عن طريق بروتوكول اسمه ايه؟ انفرس ارب. فعن طريق بروتوكول الانفرس ارب المفترض ان الراوتر ده هيحصل على التيبل ده اللي هو المابل ما بين كل اي بي وما بين كل بورت نمبر من خلال الفريم ريلي سويتش. وده الشائع اكتر، ما انت مش هتيجي على شركه فيها 100 فرع مثلا وتبدا ان انت تبيلد الراوتر ده اساسا او التيبل ده اساسا على مستوى كل فرع. فالشائع اكتر هو مين؟ الانفرس ارب. واضح لغايه دلوقتي؟ تمام. ده الحوار بتاع التكنولوجي مين؟ الفريم ريلي. تكنولوجي الفريم ريلي ليها اكتر من توبولوجي. تمام. انا هشرح بس دلوقتي على فريم ريلي سويتش واحد بس، بس المفترض بقى ان احنا فهمنا ان على مستوى كل اصلا فرع بيبقى في فريم ريلي سويتش اللي هو موجود في السنترال بتاع المدينه دي. تمام. فانا هفترض ان انا عندي هنا فريم ريلي سويتش واحد، وعندي ادي فرع، التاني، التالت، الربع. ده زي ما اتفقنا الهيد كوارتر برانش 1 2 3، ودول كلهم كونكتد قلنا من خلال سيريال انترفيس. طيب اول نوع من انواع التوبولوجيز اللي بنسميه هاب اند هاب اند سبوك. ده بقى الهيد كوارتر ده بنسميه هاب، الراوتر دي كلها بنسميها سبوكس. تمام. هاب مش معناه الهاب اللي احنا اخدناه زمان الديفايس اللي هو شغال في لير 2. تمام. هاب ده معناه ايه؟ ان اي سبوك عايز يروح لاي سبوك تاني الداتا هتمشي ازاي؟ الداتا هتمشي كده توصل للفريم ريلي سويتش، تروح بعد كده للهاب، ترجع بعد كده على برانش 2. رغم ان برانش 1 عايز يوصل لبرانش 2 مش التارجت عنده خالص ان هو يروح في السكه كده للهب. تمام. على فكره هاب اند سبوك ده مصطلح شائع جدا جدا عندنا في الشبكات مش في السيسكو بس. تمام. معناه ان اي برانش عايز يوصل لاي برانش تاني لازم يعدي الاول على سيرفر كده في طريقه اسمه ايه؟ هب. لازم يعدي الطريق على سيرفر اسمه ايه؟ هب. هتقولي طب ما ده غباء لكذا سبب. اول حاجه هيعمل لي ديلي. افرض دلوقتي ان الترافيك ده نوع فويس، طبعا الفويس احنا قايلين قبل كده ان السرعه تهمني جدا فيه. طب ما ده كده الباكت بتاعت الفويس على لما تروح للهيد كوارتر وترجع تاني للبرانش هيحصل فيها دي. دي اول مشكله. المشكله الثانيه ان الهب ده سنجل بوينت اوف فيلير. يعني ايه سنجل بوينت اوف فيلير؟ يعني لو وقع خلاص كده مع السلامه، مفيش اي برانش هيوصل لاي برانش تاني. تمام. طب ليه التوبولوجي اصلا عاملينه بالغباء ده؟ علشان تفهم هم ليه عاملينه كده فكر من وجهه نظر البيزنس مش تفكر من وجهه نظر الشبكات. بمعنى عشان دلوقتي ان انت تربط البرانش ده بالهيد كوارتر والبرانش ده بالبرانش التاني المفترض ان انت تبدا تكريت حاجه اسمها فيرتشوال سيركت ما بينهم. بتكريت حاجه اسمها ايه؟ فيرتشوال سيركت ما بينهم. تمام. الفيرتشوال سيركت دي اللي هي السطر اللي شفناه في السويتشنج تيبل اللي موجود في الفريم ريلي سويتش، السطر الطويل اللي كان موجود في السويتشنج تيبل. هتبدا تحدد ان انت مين السورس ديسي ومين السورس بورت والكلام ده. السطر ده عشان السيرفيس اوبريتور اصلا يوافق ان هو يعمل هو لك كونفيجريشن في سويتشنج تيبل يضيفه في سويتشنج تيبل بفلوس. تمام. وفلوس زي ما اتفقنا بتتحاسب بالكوادرو بالالفات. تمام. الفيرتشوال ديسي او الفيرتشوال سيركت انا هكري دلوقتي 3 فيرتشوال سيركت مينيمم ما بين الهب وما بين برانش 1، ما بين الهب وما بين برانش 2، ما بين الهب وما بين برانش 3. تمام. وطبعا على مستوى كل فيرتشوال سيركت بيبقى فيه هنا سورس ديسي وديستنيشن ديسي. تمام. في مثلا اخليه هنا 101 مثلا. تمام. 102 103. تمام. طب وهنا ممكن يبقى 101 برضو او عادي. طب هنا افضل ان اخليه 201 اللي هو مقلوب الرقم ده، افضل ان هيبقى هنا 301 مقلوب الرقم ده كعمليه تنظيميه. تمام. علشان تتخيل بقى الفيرتشوال سيركت، الفيرتشوال سيركت دي هنتخيلها ان هي ماسوره. هنتخيلها ان هي ايه؟ ماسوره. فالداتا ماشيه جوه الماسوره دي.
تمام؟ فيزيكالي الداتا ماشية ازاي؟ على السلك ده، لكن لوجيكالي الداتا هتمشي ازاي؟ جوه الماسوره دي. فعشان توصل من برانش 1 لبرانش 2 امشي مع الماسوره، امشي مع الماسوره، الداتا هتمشي كده جوه الماسوره دي، تطلع من الماسوره دي توصل لمين؟ للبرانش ده. يعني فيزيكالي الداتا هتمشي ازاي؟ كده توصل الاول للهيد كوارتر، ترجع بعد كده على البرانش. ده التوبولوجي اللي اسمه الهب اند سبوك. طب افرض بقى دلوقتي ان برانش 1 وبرانش 2 زي ما قلت لكم الداتا اللي ما بينهم نوعها بايظ على سبيل المثال، وانا مش عايزه يحصل ما بينها دي ليه، ما بينهم دي ليه، تمام؟ مفيش اي مشكله، ادفع خليهم اصلا يكريتوا لك فيرتشوال سيركت ما بين البرانش ده والبرانش ده، تمام؟ بس كل حاجه بفلوس، كل حاجه بفلوس، تمام؟ ويبقى الداتا لوجيكالي ماشيه جوه الماسوره دي كده عشان توصل للبرانش ده، لكن فيزيكالي الداتا تمشي ازاي؟ من ده لده على طول، صح؟ ده بقى كده التوبولوجي ده بنسميه بارتشوال مش، بنسميه التوبولوجي ده ايه؟ بارتشوال مش. طب افرض بقى ان انت عايز تعمل فول مش. ايه فول مش ده بقى؟ عايز تربط كل الفروع ببعض، يعني برانش 1 يوصل لبرانش 2 دايركت، برانش 2 يوصل لبرانش 3 دايركت، برانش 1 يوصل لبرانش 3 دايركت، تمام؟ هتطلب منهم ان هم يكريتوا لك فيرتشوال سيركت على مستوى كل فرع والتاني، تمام؟ بس ادفع كل حاجه بالثمن، تمام؟ على فكره التوبولوجي الاولاني بتاع الهاب اند سبوك ده فيه كميه مشاكل في الراوتنج فوق ما تتخيل. فكنا زمان بقى في المنهج القديم في الان بي كنا بنشرح دايما ازاي تحل كميه المشاكل اللي هتحصل في الراوتنج، لان خدوا بالكم الوان تكنولوجي كلها انا بتكلم لغايه دلوقتي في لير 2، ازاي ان انا اخلي الاي بي ده يوصل للاي بي ده، يوصل للاي بي ده بس في السويتشات، جاست ان انا بحط الراوترز بينهم سويتش لير 2 ده في اللين، يعني سويتشات الاثرنت العاديه احط اي بي نوشت داون شافت بعض، لكن هنا لازم في اكسترا كونفيجريشن عشان اصلا الاي بيات اللي في لير 2 توصل لبعض، لان اتفقنا ان ده شغل بزنس بفلوس. لكن كل راوتر وراه شبكات، عايز انت بقى كل فرع يوصل للفروع الثانيه اساسا لازم تقوم راوتنج، يعني تقوم لير 2 هاب اند سبوك على سبيل المثال، وبعد كده تقوم راوتنج زي مثلا ريب او اس بي اف وات ايفر عشان تخلي كل شبكه ورا كل راوتر تشوف الشبكه اللي ورا الراوتر الثاني. وضحت كده؟ بدانا نفهم لما كنت بقول لكم قبل كده في السمستر الثاني ان اصلا يعني السيرفس بروفايدر هيربط لك الشبكه وانت محتاج تربط فروع الشركات عن طريق راوتنج بروتوكول، هو هيربط لك لير 2، لكن انت بعد كده بمزاجك تشغل الراوتنج بروتوكول اللي على مزاجك، تمام كده؟ طيب الفيرتشوال سيركت دي او الاول صحيح الفول مش، في حاله الفول مش في التوبولوجي اللي قدامي في عندي كام فيرتشوال سيركت؟ ها؟ ثلاثة؟ ثلاثة في ستة، تمام؟ جم منين؟ من المعادلة ان في ان ماينس واحد على اتنين، حيث ان عدد الراوترز، حيث ان ايه؟ احسبه بقى كده، عندي كام راوتر؟ أربعة في ها ثلاثة على اتنين، أربعة في ثلاثة إيه؟ صح كده؟ يبقى عشان مش تتلخبط لو عايز تعرف تتأكد أصلاً عدد الفيرتشوال سيركتس على مستوى التوبولوجي بالكامل في حالة الفول مش من المعادلة دي ان في ان ماينس واحد على اتنين، تمام؟ الفيرتشوال سيركت دي بقى في منها نوعين، في نوع اسمه اس بي سي، تمام؟ وفي نوع اسمه بي بي سي static virtual switching، وفي نوع تاني اسمه permanent virtual switching، تمام؟ النوع الاولاني ده اصلا يعني ممكن اقول لكم ايه، اشبهه لكم بايه؟ زي الدايل اب، هو كان ينفع اطلع انترنت الا لما كاري الكونكشن الاول تي 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 على في شغل لازم يتعمل، هي نفس الفكره، تمام؟ وده ما كانش شائع في شغلنا. النوع التاني اللي هو بي بي سي، البي بي سي permanent دائم، البي بي سي اللي هو ايه؟ دائم اس اسفه سويتشد فيرتشوال انترفيس، مش ستاتيك سويتشد فيرتشوال انترفيس. النوع الثاني اللي هو بي بي سي بيرمننت فيرتشوال انترفيس، عشان اشبهه لكم انت دلوقتي في خدمه الدي اس ال بتروح البيت تطلع انترنت على طول ولا بتكاري كونكشن او بتعمل اي حاجه؟ بتروح تطلع انترنت على طول، فكان دايما البي بي سي دايما قايمه ما بين التو راوترز، دايما قايمه ما بين ايه؟ التو راوترز، في اي وقت تبدا ان انت الفرع ده يوصل للفرع ده ات اني تايم الدنيا شغاله. واضح الدنيا لغايه دلوقتي؟ طيب ده بالنسبه لنوع التكنولوجي اللي هو مين؟ الفريم ريلي.
طبعا في تفاصيل اكتر من كده بكتير في فريم ريلي، بس زي ما اتفقنا هي تكنولوجي ايه ليجاسي وخلاص، نادر جدا لو حد شغال عليها. النوع اللي بعديه من انواع الوين تكنولوجي اللي هو احنا اخذنا لغايه دلوقتي مين، الديديكيتد سيركت سويتشنج، الاون ديمون سيركت سويتشنج، الباكيت سويتشنج، في عندي كمان السيل سويتشنج، في عندي كمان مين السيل سويتشنج اللي هي تكنولوجي بنسميها اي تي ام. تمام، الاي تي ام اللي هي السنكرونس ترانسفير مود، مش الاوتوماتيك تيلر ماشين بتاع المكن بتاع البنك. تمام، طيب ايه تكنولوجي الاي تي ام ده بقى؟ قال لك انا مشكلتي دلوقتي في الفريم ريلي، تمام، ان الداتا بتتنقل على هيئه باكيتس في الفريم ريلي، الداتا بتتنقل على هيئه ايه يا شباب؟ باكيتس. حجم الباكيت بيبقى كام؟ اقصى حاجه اللي هي 1500 بايت اللي احنا كنا سميناها الماكسيمم ترانسفير يونت، اللي كنا سميناها ايه يا شباب؟ الماكسيمم ترانسفير يونت. تمام، فحجم الباكيت مش شرط يبقى 1500 لكن ماكسيمم 1500. افرض ان انت الداتا اتقطعت لباكيتس 1500 واتبقى شويه 1000 كده في الاخر، فدي برضو باكيت صح. لكن بالنسبه للاي تي ام، الاي تي ام الداتا بتتنقل على هيئه سيلز، بتتنقل على هيئه ايه؟ سيلز. السيل الواحده حاجه ثابته حجمها 53 بايت للدقه، 48 بايت للداتا بلس 5 بايت للهيدر. تمام، ايه رايكم مين اللي الحجم بتاعه اصغر، السيل ولا الباكيت؟ السيل حجمه اصغر، وعشان كده في تكنولوجي الاي تي ام اصلا ما كانش بيحصل كونجيشن. في تكنولوجي الاي تي ام ما كانش بيحصل ايه؟ كونجيشن. ونظرا لان ما كانش بيحصل كونجيشن قدروا يوصلوا الداتا سرعتها ل 45 جيجا بت بير سكند. قدروا يوصلوها لكام؟ 45 جيجا بت بير سكند. لكن انا لسه قايله ان الفريم ريلي كانت الداتا بتتنقل بسرعه كام؟ 45 ميجا بت بير سكند اللي هي سرعه تي 3. تمام كده؟ لكن مشكلتنا مع الاي تي ام في حاجه، هو طبعا بيستبورد سرعات اعلى لكن لمسافات صغيره، لمسافات قريبه. تمام، دي حاجه. حاجه ثانيه، الكوست بتاعه اغلى بكتير جدا من الفريم ريلي، يعني ممكن تقول مثلا 5 اضعاف. وعشان كده اغلب العملاء بيفضلوا تكنولوجي الفريم ريلي. طيب في اماكن شغاله اي تي ام؟ هي يعني انا بالنسبه لي ما اعرفش غير شركه واحده، الله اعلم كم شركه في مصر، بس انا بالنسبه لي اعرف شركه واحده بس اللي شغاله بتكنولوجي الاي تي ام في مصر، مربطه فرحه عن طريق الاي تي ام. تمام، اغلب شركات السيرفيس برايدر بقى هتعمل ايه؟ قال لك انا هربط ما بين العميل وما بين السيرفيس برايدر عن طريق الفريم ريلي. لكن جوه الكلاود بدانا نفهم يعني ايه كلاود. الكلاود بتاع السيرفيس برايدر اللي هي السنترالات، تمام، ما دي جواها متربط فيها الاجهزه بتاعه السيرفيس برايدر، لكن مش متربط ما بينها وما بين العميل. ففي الكلاود بتاعه السيرفيس برايدر هيشتغلوا اي تي ام على اساس ان هم محتاجين سرعات عاليه، تمام، لكن ما بين السيرفيس برايدر وما بين العميل اغلبهم هيشتغلوا ايه؟ فريم ريلي. هنت بس كده بسيطه بالنسبه للاير 2 ادرس. تمام، اللاير 2 ادرس لغايه دلوقتي اخذنا مثلا اكس دوت 25، وده كان الادرس عندي بيتمثل في 8 بت، 8 ايه؟ بت. بالنسبه للتكنولوجي الفريم ريلي، تمام، اللاير 2 ادرس بيتمثل في 10 بت اللي احنا كنا سميناه ايه؟ التلفي. يعني معنى كده ان انا عندي كام لاير 2 ادرس؟ 2 اس 10 مش كده؟ اللي هو كام بالظبط؟ 1024. تمام، في منهم جزء يعني متاخد كده اصلا ريزيرفد ما ينفعش ان انا استخدمه كلاير تو ادرس للدقه من 0 لغايه 15، يعني ابدا ان انا استخدم الدلتي هيد ابتدا من رقم 16. تمام، بالنسبه للاي تي ام اللاير تو ادرس بيتمثل عندي في 16 بت، يعني معنى كده ان اقصى لاير تو ادرس اقدر استخدمه 2 اس 16، وده اللاير تو ادرس بتاعه دي بي اي اوفر دي سي اي. ده اسم ايه؟ اللاير 2 ادرس بتاع الاي تي ام. تمام كده؟ طيب اخر هنت بس عشان يبقى خلصنا الجزء الاولاني من الوان تكنولوجي، وهوقف الفيديو ونعمل واحد جديد عشان كبر قوي. تمام؟ لو انا عندي دلوقتي 2 راوترز على سبيل المثال، وبنتكلم دلوقتي في الوان، ادي ار 1 وادي ار 2. تمام؟ نوع البروتوكول اللي هنا اللي شغال هنا في اللاير 2 ادرس، تمام؟
لازم مصر يكون نفس نوع البروتوكول الهام. فلو احنا مثلا هنتكلم عن الليز لاين اللي جبنا سيرته في اول اليوم النهارده، في بروتوكولات كتير بتسبورت تكنولوجي الليز لاين، تمام؟ منها على سبيل المثال بروتوكول اتش دي ال سي، في منه نوع ستاندرد وفي نوع سيسكو، وفي عندي كمان بروتوكول البوينت تو بوينت، تمام؟ الديفولت اصلا على راوتر سيسكو هو اتش دي ال سي اللي هو بتاع سيسكو، لان احنا اتفقنا ان في نوعين، في ستاندرد وفي بتاع سيسكو، تمام؟ ما ينفعش ان انت تجيلي على ار 1 تسيبه شغال اتش دي ال سي وتيجي على الراوتر اللي قصاده يشتغل بوينت تو بوينت، تمام؟ ساعتها ايه اللي هيحصل؟ حاله الانترفيس هتبقى، فاكرين شو اي بي انترفيس بريف الستاتس البروتوكول، حاله الانترفيس هتبقى اب داون. اب داون كنا جبنا سيرتها في الاول خالص، قلنا ليها كذا سبب، ممكن تكون مشكله كلوكينج، وممكن تكون مشكله انكابسوليشن ميس ماتش، وقلنا مش هنفهم انكابسوليشن ميس ماتش الا في اخر الكورس. يعني ايه انكابسوليشن ميس ماتش؟ هنا الباكت بيتعمل لها انكابسوليشن عن طريق اتش دي اس سي مثلا، واللي قصاده هيتعمل لها انكابسوليشن عن طريق بروتوكول بوينت تو بوينت، ده بروتوكول وده بروتوكول، مش هينفع يتعاملوا مع بعض. تو فيريفاي عشان اتاكد من المعلومه دي، لو جيت على الراوتر ده على سبيل المثال، او الاول انا نسيت اركب له سيريال ستوب، هركب له بس هنا ايه وكايه سيريال، طبعا الكلام ده للاسف في المنهج القديم كنا بنشرحه عملي بالتفصيل، بس خلاص كل ده اتشال والله، حتى شالوا ثلاث اربع نظري بتاعه، يعني احنا مزودين كمان، يعني شالوا قصوا كتير في الوان تكنولوجي، قصوها اغلبها. تمام، شو اي بي انترفيس بريف، انا عندي مثلا الانترفيس اللي هو سيريال 1 اوفر 0، لو انا قلت له دلوقتي وريني معلومات عن اس 1 اوفر 0، تمام، هلاقيه هنا بيقول لي ان الانكابسوليشن شغال ايه؟ الديفولت اللي هو سيسكو اتش دي اس سي، تمام؟ لكن لو انت نزلت لي تحت الانترفيس اس 1 اوفر 0 وقلت لي انكابسوليشن، ممكن تشغل بروتوكول بوينت تو بوينت، ممكن تشغل تكنولوجي الفريم ريلي اكس 25 اي تي ام، بدات توضح، تمام؟ فلو انت شغلت لي هنا انكابسوليشن معين، مصر اللي قصاده يكون شغال نفس الانكابسوليشن، يا اما حتى الانترفيس قلنا هتبقى اب داون، تمام؟ لو انا قلت له وريني كده معلومات تاني عن الانترفيس ده، قال لي دلوقتي ان الانكابسوليشن نوع ايه؟ بوينت تو بوينت. وضحت الهنس دي؟ تمام. اه كده خلاص، ونوقف الفيديو بعد البريك نعمل واحد تاني بقى.